كروكيت بطاطا على الطريقة البرازيلية، 3 صدور دجاج مسلوق، بصلة، 3 فص ثوم، ملعقتين كبيرات زيت، مغلف ماجي، وملعقتين كبيرات كزبرة، 200 جرام جبن كريمي، 2 كوب مرق سلق الدجاج، 2 كوب طحين، 2 بيضتين قرشلة، وملعقة صغيرة بابريكا، صح؟ آه. كمان ملح وفلفل يعني محتاج للطبخة. طيب شوف، أول حاجة أنا حطيت الزيت، دلوقتي هحط البصل وهحط الثوم. تمام، احنا عندنا هنا فراخ مسلوقة، يعني مش كتير لأن الحشوة بتبقى مش يعني الواحد بيتهيأ له، مثلا لو قلنا صدر أو صدرين فراخ بيبقى متهيأ له إن الحشوة هتبقى قليلة، لا هي حشوة يعني مش ما بنحتاجش كتير. فأنا هقطعها بس يعني صغير، هنسلها صغير. تمام تمام، النهاردة شوية أكل غريبة. طيب شوف دلوقتي هنعمل ايه، هاخد مغلف. لما تاخذي مغلف ماجي يا شيخ ماجي، ايوه، يعني شال عنك حاجات كثير عشان تعطي طعمه، صح؟ بص انا المفروض احط كذا نوع بهارات، مش هحط. اوكي، فبتحط بس المغلف. هحط بس المغلف. تمام. بس انا هحط بس نصه. والنص الثاني هخليه زي ما قلت لك، خلاص احنا بنشيله من على النار. هنحط دلوقتي الكزبره الخضراء. تمام تمام، خليه بقى شويه كده، بعدين نحط له الجبنه الكريمي. طيب هاخد دلوقتي الطنجره الصغننه اللي عندنا دي، هحطها على النار. هحطها على النار دي عيار السائل اللي هو المرقه دايما. تمام. بيبقى قد عيار الطحين. تمام. شوف دلوقتي احنا هنعمل حاجة، ده ادي المية، ادي مرقة سلق الدجاج، هحط عليها نص المغلف علشان ادعم الطعم كده. تمام تمام، هخليها بس تبتدي تغلي، هستنى عليها تغلي. المية. طيب انا قبل لحد ما تغلي ايش رايك اخذ شويه تعليقات من ال طب ايه رايك اعمل اخر خطوه؟ يلا اعملي اخر خطوه، بس هحط الجبنه الكريمي اللي عندي. اوكي تمام، فالجبنه الكريمي هتلملي الخلطه بتاعتي، وكده احنا خلطتنا جاهزه بعد اضافه البابريكا. هحط برضو نص البابريكا هنا والنص هنا. تمام كده الخلطة بتاعتنا جهزت، المرقة بتاعتنا غليت. هنزل الطحين اللي عندنا، زي ما قلنا دايما كمية الطحين قد كمية السائل، يعني أنا خلاص ده كده حطيت كوباية بكوباية. خلاص شوف دلوقتي أنا بدل القشرة دي اتكونت تحت. تمام، القشرة اللي اتكونت تحت دي معناها إن عجينتي جاهزة. تمام خلاص، باخد العجينه وبروح بيها بحطها في طبق، واحنا كده خلصنا جزء كبير من الاكله. انا هقعد بقى دلوقتي بس شويه ادعكها كده. تمام. بس شويه. طيب. يعني طبعا احنا بنستناها بس تبرد شويه علشان نشتغل، يعني تبقى يعني شويه 10 دقائق كده زي ما استنينا كده في الفاصل. تمام، وبعدين احنا اصلا لما بنحط لها الطحين بتبرد شويه. طيب هناخد جزء كده، وبعدين هنفردها بالشكل ده. تمام، وبعدين هناخد من الخلطة اللي احنا عاملينها هنا، هحطها في النص وهقفل عليها. اما الجلافز فكرة فاشلة في البتاعة دي، يعني مش عارفة اشتغل بيها خالص، عشان قلت لك انا ليه مش لابسة جلافز، يا ريتني ما لبستها. طيب هنحاول
نعملها بالشكل ده، يعني بعمل لها كده زي ما انتم شايفين بوز شوية، تمام، وبعدين بنسقها. يعني أنا الصراحة بحب أنسقها إزاي، بحطها كده على السطح ده وبعملها بس كده شوية. تمام. هنعمل إيه دلوقتي؟ هناخدها زي ما هي كده، هنحطها في البيض والأورشلة ونقليها. تمام. أنا هنا مش حاطة أورشلة، أنا حاطة بانكو. فالبانكو ده بقسماط ياباني بنفس سعر الأورشلة بس كتير طعمه ألذ. يعني مع الأكل هاي تحديدا ولا الأشياء؟ لا مع أي، مع حاجات كتير، مع حاجات كتير جدا البانكو ألذ. هتلاقوه جنب الأورشلة المطحونة في السوبر ماركتات، بس اسمه بانكو، نفس السعر.